نروح بقى لقضية مهمة جدا، وهي قضية عمل الأشعة لمواليد 2007 و2008. أول ما الموضوع ده اتقال هنا أشدت باتحاد الكرة المصري، وقلت من أهم الخطوات والقرارات اللي خدتها أو اللي أخدها اتحاد الكرة المصري بشأن مسابقات الناشئين، بشأن بطولة 2007 و2008، وقلت أتمنى القرار ده يشمل جميع المراحل السنية الصغيرة علشان نمنع موضوع التزوير وموضوع التسنين. علشان النهاردة لما يكون في مسابقة 2007 يبقى كل الولاد اللي موجودة في 2007 هي 2007 فعلا. النهاردة نحافظ على المواهب، لكن خلال الفترة اللي فاتت وبعد إصدار اتحاد الكرة تعليماته للمناطق شفنا كوارث كبيرة. نعرف أهم الكوارث مع الناقد الصحفي الكبير الأستاذ محمود الشيخ. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. أسامة، ازاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله زي الفل، أنت إيه الأخبار؟ كله زي الفل. كنت معانا في مداخلة سابقة وكنا أول ناس أشدنا هنا باتحاد الكورة وتطبيق عمل الأشعة لمسابقة 2007 و2008، لكن من الواضح إن الأمور ماشية في الطريق الغير صحيح. طيب خليني بس افكر حضرتك وافكر المشاهدين حاجتين مهمين جدا. اتفضل. الموضوع ده اتحاد الكوره لما خد قرار ان هو يعمل كشف على 2007 وعلى 2008 كان قرار، يعني قرار عادي اي زي وزي اي قرار طالع بخصوص الناشئين، محدش اهتم بيه قوي غير لما اتكلمنا في قناه الاهلي مع حضرتك عن الموضوع وتناولنا الموضوع بكل جوانبه السلبيه والايجابيه وكيفيه تطبيقه والمشاكل اللي بتواجه الانديه، بقى حديث راي عام لكل وسائل الاعلام بعد كده. قناه الاهلي اول من فتحت الموضوع. الحاجه الثانيه زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي كلنا اشدنا وانت تحديدا اشدت بقرار اتحاد الكوره وقلنا قرار محترم وقرار يضرب له تعظيم سلام وتمنينا ان هو يتطبق على كل المراحل السنيه. النهارده وانا بكلمك الموضوع بقى سمك لبن تمر هندي. الموضوع اتحاد الكوره زي ما اشدنا بيه لا، اتحاد الكوره فشل. علشان يعني الناس تبقى معانا يا استاذ محمود، النهارده بقت في مركز اشعه محدد ان كل لعيبه 2007 2008 تعمل فيه وتحت رقابه المناطق، صح كده؟ عشان المشاهد يبقى معانا في الصوره. انا هشرح بقى لحضرتك. اتحاد الكوره قال في معمل معين في مدينه نصر هو ده اللي الاشعه تتعمل فيه. كويس. القرار بتاعه. لكن اتحاد الكوره ما قالش او ما الزمش الانديه بمواعيد محدده، والنقطه دي مهمه جدا تحط تحتها 100 خط لان هنرجع لها تاني. ما الزمش، ما قالش، ما شرحش ايه هي طريقه الـ يعني الـ الاجراءات اللي تتعمل، ولو في لعيبه مزوره ايه الاجراء اللي هيتم، ما شرحش التفاصيل بتاعه الموضوع كله. ده خلى، وطبعا كانت سعر الاشعه زي ما هو اعلن 1600 جنيه. خلى بعض الانديه اتاخرت جدا ان هي تعمل الاشعه. في منها علشان اسباب ماليه كانت مستنيه تقول لك يمكن الاتحاد يخفض او يشيل يستنى للاخر، وفي منها كانت عندها لعيبه مزوره وعارفه ان عندها لعيبه مزوره فكانت برضو مستنيه يمكن القرار يتلغي. ده ادى لايه يا كابتن اسامه؟ ان الاتحاد ما حددش مده زمنيه، ان الاتحاد بعد ما عمل الجداول بتاعت مسابقه 2007 و2008 بقى لازم يبدا في المواعيد اللي حددها. والانديه لسه ما عملتش، كله ما استكملش الاشعه بتاعته، كله ما استكملش، فقدم بقى تسهيلات وفتح الموضوع يعني على مصراعيه. فانديه اسكندريه جابت عرض اسعار من معمل ثاني في اسكندريه ب 960 جنيه، يعني الاشاعه بتتعمل في القاهره ب 1600، انديه اسكندريه جابت عرض 960 جنيه في احد المعامل الاسكندريه اللي هم فاركو والاتحاد السكندري وسموح. وطلبوا من الحاج عامر حسين بصفته عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وبصفته يعني المسؤول عن انديه اسكندريه ان يتعمل لهم استثناء، وبالفعل عملوا الاشعه دي في اسكندريه. ده طبعا واجه غضب وهجوم كبير جدا من انديه القاهره اللي رفضت الكلام ده. انديه ثانيه زي الاسماعيلي ما عملش الاشعه خالص. نادي الاسماعيلي ما عملش الاشعه خالص، والكرنيهات بتاعته طلعت ولعب مسابقه 2007 و2008. انديه عملت ببعض اللعيبه، يعني ودت مجموعه من اللعيبه كشفوا عليها ولعيبه ثانيه ما اتكشفش عليها وطلع لها كارنيهات. طب ده كلام؟ يعني ده كلام الناس النهارده بتعمل في اماكن محدده اللي طالب بيها اتحاد الكوره، وناس
تعمل في اماكن تانية خالص وناس ما تعملش خالص، هل ده كلام النهارده؟ انا زي ما قلت لك يا كابتن اسامه، الموضوع بقى يعني بقى لخبطيطه، يعني بقى كل واحد يعني كل نادي شغال في اتجاه مع بدماغه. يعني نادي الاسماعيلي مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه، ليه ما يعملش الاشعه؟ وليه الاتحاد الكره لما تلاقي نفسه اتزنق ما ياجلش الدوري اسبوع او اسبوعين بدل ما يدي التسهيلات دي؟ انا عايز اقول لك بقى الاخطر من كده يا كابتن، ان في لعيبه الاشعه طلعتها ان هي مزوره او كبيره في السن، الانديه بتاعتها راحت عملت الاشعه في مراكز ثانيه، مراكز ثانيه غير اللي محددها اتحاد الكوره، والاشعه الثانيه اللي اتعملت في مراكز بره اثبتت ان اللعيبه سليمه ومش كبيره مش مزوره، وبالتالي طلع لهم كارنيه ويلعبوا عادي والدنيا وبالتالي طلع لهم كارنيهات وتسجلوا وطلع لهم كارنيهات عاديه جدا ومفيش اي مشكله خالص في الموضوع ده. احنا دلوقتي بنعرض مستند من الاشعه، اللي انت بعتها لنا وانفردت بيها وبعتها لنا لاسره البرنامج، وانا عارضها دلوقتي على الهواء. بالظبط، ده اشعه اللي اتعملت في اسكندريه، في اسكندريه. انت معاك يعني نموذجين، نموذج مطلع لاعب سليم اقل من سنه بشهرين، ونموذج تاني مطلع لاعب اكبر بسنه بشهرين، اللي هو اللاعب الكبير. اتحاد الكوره برضو بعد ما اعلن الشروط والضوابط دي عمل حاجه غريبه جدا يا كابتن اسامه. بغض النظر هي صح ولا غلط، هو خلاص قال لك اللي هيطلع لاعب كبير مش هيلعب، مش هيطلع له كارنيه. فبعد القرار ده خد قرار تاني قال اللي هيطلع كبير يعني لحد 6 شهور هنستثناه. معانا على الشاشه برضو وانت بتتكلم، اتفضل. هنستثناه يعني لو لاعب طلع اكبر من السن بتاعه ب6 شهور هنستثناه ويطلع له كارنيه. طب اشمعنى 6؟ طب ليه مش 5 مش 8 مش 10؟ ما خلاص انا المفروض خدت المبدا لعيب كبير مش مواليد 2007 خلاص ما يلعبش في المسابقه، ما يطلعلوش كارنيه ويجي ولد اكبر منه يلعب وياخد يعني ياخد مكانه واضع على موهبه عندي. هقول لك المبرر بتاع اتحاد الكره واللي هو المبرر مش مقنع، يعني هقول لك المبرر واقول لك الرد اللي على المبرر. طب وهو النهارده قبل ما تقول الرد والمبرر بتاع اتحاد الكره ما كانش عنده الرد ده قبل ما يحط القانون ويحط اللائحه دي ويحط الدنيا دي عشان يطبقها؟ ده اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، يعني انت طلعت قرار اليات تنفيذ القرار وضوابط تنفيذ القرار والشروط بتاعته، وانك انت تغير بعد 6 شهور انت بتعمل شبهات حوالين نفسك. المبرر بتاع اتحاد الكره ان الاشعه مش دقيقه 100% فممكن ما تجيبش قوي، يعني ممكن يبقى فيها فرق شهرين اكبر او شهرين اصغر. ولكن الحقيقه ان في بعض الانديه فيها لعيبه طلع الاشعه اظهرت ان فيها لعيبه كتير ما بين 3 شهور و4 شهور و5 شهور اكبر من السن بتاعها، فضغطت على الاتحاد علشان يستثنى يعني يستثنى هذه اللعيبه ويتم قيدهم. معانا بعض الكارنيهات اللي انت بعتها لنا هنعرضها معانا على الشاشه برضو، لعيبه كبيره واحتراما ليهم لغينا الاسم ولغينا الصوره، ودي الكارنيهات الموجوده. اتفضل يا استاذ محمود. دي كارنيهات دي متداوله، الكارنيه بتاع اتحاد الكوره دي ازمه ثانيه بقى يا كابتن اسامه. اتفضل. برضه بتتلعب في الاشعه. الكارنيه بتاع اتحاد الكوره بتاع كل موسم لازم يطلع بصوره حديثه للاعب. انت طبعا حضرتك عارف ان في ممكن لاعب يكون بيلعب باسم اخوه. تمام؟ فاللي حصل برضه من بعض الانديه ان ساعه الكشف ودوا الولد الصغير اللي هو مش بيلعب اصلا، اللي هو مش متقيد في النادي. خلي بالك من شروط القيد في كل منطقه، لازم تبعت لي صوره حديثه السنه دي من ضمن الاوراق اللي بتتبعت عشان القيد، حتى لو اللاعب قايمه اولى، حتى لو اللاعب قايمه اولى من الشروط تبعت لي صوره حديثه برضه. بالظبط كده، لازم يبعت صوره حديثه. في بقى في معظم او بعض المناطق يعني لعيبه 2007 و2008 خلاص لعيب عنده 14 سنه و15 سنه. الصوره بتاعته طفل، اللي انا بعتها لك دي طفل عنده 8 سنين و9 سنين و12 سنه، يعني معقول مش معقول يكون كارثه مواليد 2007 ده؟ حتى لو هو سليم، لو هو سليم احنا مش هنقول ان هو مزور، لو كارثة. هو سليم المراقب او الحكم هيقارن ما بين صورته ازاي في الملعب وما بين صورته الكارنيه، يعني صوره قديمه جدا. في يا استاذ محمود جروب ظهر لاولياء الامور حتى مسمينه امسك مزور، كره بلا تزوير. الجروب ده طبعا يعني ناشط جدا بقاله فتره، والجروب من المؤسسين بتوعه
معظمهم اولياء امور ومعظمهم عانوا من موضوع التزوير والتسنين ومعظمهم ولادهم ما بتلعبش كوره حاليا. يعني رغم امكانياتهم الفنيه ما بيلعبوش كوره حاليا بسبب ازمه التزوير والتسنين اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا فتره طويله. وهم يعني المعلومات اللي عندي بداوا ياخدوا خطوات قانونيه، يعني بداوا يكلفوا احدى المستشارين القانونيين ان هو يتولى يعني رفع قضايا على اللعيبه اللي هيشكوا فيها او هيبقى فيها شك. لا هو الامر لازم يجي من اتحاد الكره المصري باصدار قوانين، القوانين دي او اللائحه دي تمشي على الجميع. خلاص انت حددت مكان للاشعه، كل الانديه ملزمه، ما ينفعش ان انا ارضى اعمل خطر لنادي. كابتن اسامه انا معلش عايز اسال حضرتك، ده احنا بالعكس، ده احنا قلنا خطوه ايجابيه وكنا بنطالب وزاره الشباب والرياضه انها تدعم الخطوه دي وتتحمل جزء من التكلفه عن الانديه كمان، انها خطوه في طريق الاصلاح للمواهب الموجوده في مصر. بالظبط. لا انا عايز بقى اسال حضرتك سؤال يا كابتن، اللي خد القرار مين؟ اتحاد الكوره. اللي عمل استثناء للانديه مين؟ اتحاد الكوره. يعني الحاج عامر حسين بمنطقه اسكندريه وباقي وأبعاد مجلس اداره اتحاد الكوره والمناطق ما هي تابعه لاتحاد الكوره، ان تطلع كابنهات ما هي تابعه لاتحاد الكوره. لو عرفتوا يا جماعه جيبوا لنا الحاج عامر حسين برضو عشان نفتح معاه الموضوع يا ريت. ماشي اتفضل يا استاذ محمود. لا فطبعا بص يا كابتن اسامه، الموضوع ده مش هيتحل بنسبه كبيره في مصر غير حاجتين. اولا اتحاد الكوره لازم يكون ليه قرارات قويه ورادعه على معظم الانديه النهارده يا كابتن اسامه. كانت يعني كان في انديه، والكلام اللي بقوله لك ده متاكد منه، في انديه عندها لعيبه مزوره وكان عندها نيه ان هي تلتزم، خلاص طالما هيتطبق كشف على الناس كلها واللعيبه المزوره مش هت مش هت مش هتلعب فخلاص ما فيش اي مشكله. لما تلاقوا اللعيبه المزوره في الفرق الثانيه رغم ان الكشف اتعمل عليهم كشف وموجودين في الملعب في اول اسبوع وثاني اسبوع، الانديه الانديه دي بدات هي كمان خلاص احنا هنلعب باللعيبه المزوره او المسننه. نتمنى ان شاء الله يا استاذ محمود اتحاد الكره ياخد خطوات مهمه جدا في هذا الشان. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الصحفي الكبير الاستاذ محمود الشيخ.